السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا لاباس وصمتوا بصحة والعافية. موضوع تاعنا اليوم هو صحة الفم، لكن بالتحديد الرائحة الصادرة منه. راح نشوف في موضوعنا هذا أسباب هذه الرائحة وطرق التخلص منها، لكن أولا كيفاش نعرفوا عادنا هذه الرائحة الكريهة؟ غالبا الناس ما يعتمدوا طريقتين باش يتعرفوا على هذه الرائحة. الأولى هي بواسطة كف اليد يتنفسوا يعاودوا يشموا، والثانية عبر لعق باطن اليد بعد 5 إلى 10 ثواني حتى يجف اللعاب يشمه. كلتا الطريقتين خاطئة، والطريقة الصحيحة ما هي؟ هي بكل بساطة أنه تسأل واحد من أصدقائك. وعلاه ما تسألش الأهل؟ لأنه الأهل عايشين معك يكونوا اعتادوا على الرائحة الكريهة حتى وإذا كانت عندك. في هذا الفيديو مش حين نتكلموا على رائحة الكريهة المؤقتة لتكون صادرة من تناول بعض الأطعمة اللي رائحتها كريهة كالبصل أو الثوم أو بعد الاستيقاظ مباشرة، لكن راح نتكلموا على الرائحة الكريهة المزمنة اللي عندها عدة أسباب. نقدر نقسمهم إلى قسمين. القسم الأول الأسباب الخارجية، تمثل 8% هي الحاجات اللي عندها علاقة بالجهاز التنفسي والأنف وتناول بعض الأدوية مثل التهاب جيوب الأنفية، التهاب اللوزتين، الالتهابات الرئوية والمعوية، وبعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري ليمتاز برائحة الأسيتون، رائحة خل التفاح، ومرض الفشل الكلوي ليمتاز برائحة الأمونيا، رائحة النشادر. في هذه الحالة لازم عليك تروح طبيبك المختص على حسب المرض اللي عندك. القسم الثاني أورال فموي، يمثل أكثر من 90%. بما أن البكتيريا ونشاطاتها هي السبب المباشر والرئيسي للرائحة الكريهة، لازم نعرفوا بلي البكتيريا اللي عند شخص مصاب بهذه الرائحة هي نفسها البكتيريا اللي عند شخص غير مصاب بهذه الرائحة. ولكن الاختلاف يكمن في أن البكتيريا لقت راحتها، لقت المناخ المناسب، بكتيريا انتهازية تكاثرت وسببت لنا مشاكل في الفم مثل تسوس الأسنان، التهابات اللثة والرائحة الكريهة. إذن ما هي هذه الأسباب اللي تخلي الفم تاعنا مناخ مناسب لتكاثر هذه البكتيريا؟ أولاً جير الأسنان. التكلسات هي ملجأ ومخبأ البكتيريا، تحتمي فيها من اللعاب وفرشاة الأسنان. لازم نروح لطبيب الأسنان باش ينحينا هذا الجير. ثانياً تسوس الأسنان. تسوس الأسنان يخلق لنا حفر، هذه الحفر تتكاثر فيها البكتيريا وتخمر الأكل المتراكم فيه، يصدر لنا رائحة كريهة. لازم نروح لطبيب الأسنان باش يعالجنا هذا السن أو الضرس. ثالثاً ليزابسي دونتيغ أو خراج الأسنان. خراج الأسنان هو نتيجة تصدي جهازنا المناعي لهذه البكتيريا، تشكل لنا صديد قيح تحت جذر السن أو الضرس. لازم نروح لطبيب الأسنان باش يديرنا حشو للعصب اللي خرباته هذه البكتيريا. رابعاً طاقم الأسنان وتركيبات الأسنان. بعد ما يروحوا لأسناننا لازم نعوضهم سواء بزرع، تركيبات ثابتة أو متحركة. عدم اعتنائنا بنظافة أسناننا المتبقية وخاصة حاملة التركيبات وطاقم الأسنان يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وتخمر الأكل المتراكب فيه، إذن فرائحة كريهة. في هذه الحالة يكون التنظيف صعب في بعض المناطق، لازم علينا نستعمل فرشاة التي تستخدم ما بين الأسنان لبغوسات أنتيغ دونتيغ. خامسا ضرس العقل. التهاب ضرس العقل أو اللثة أثناء نمو هذا الضرس ناتج عن تراكم الأكل بين الضرس واللثة يسبب لنا رائحة كريهة والتهاب هذا الضرس. علاجها هو تناول مضادات الالتهاب، لكن بشرط يكون موصوف من قبل طبيب أسنانك، وعدم إهمال هذه المنطقة أثناء التنظيف. سادسا اللسان. عدم تنظيف اللسان اللي هو مليء بالبكتيريا يعتبر السبب الرئيسي في ظهور الرائحة الكريهة. حلها بسيط، تنظيفه بواسطة فرشاة الأسنان، فرشاة لسان خاصة تانك سكربر أو الغرغرة بغسول الفم. سابعا جفاف الفم. جفاف الفم هو نقصان كمية اللعاب في الفم. أولا راح نتكلم على أهمية اللعاب. اللعاب يساعد على تنظيف الأسنان تلقائيا، يحارب بعض أنواع البكتيريا، وهو المسؤول الرئيسي على ترسب الكالسيوم والفوسفيت على سطح المينا على سطح الأسنان، تساعدها على مقاومة التسوس. ثانيا وعلاه الإفرازات تاعنا ينقصوا بسبب تناول بعض الأدوية
كأدوية الضغط، أدوية الحساسية، المسكنات عند مرضى السكري أو عند التنفس بالفم أثناء انسداد الأنف. ثالثاً، وش هما الحوايج اللي نقدروا نديروهم باش نعوضوا هذا النقص؟ شرب الكثير من المياه، لازم الفم تاعنا دائماً رطب، ومضغ لبان خال من السكر باش نحفزوا الغدة اللعابية. ثامناً وأخيراً، التدخين. التدخين راح يدمر لنا كامل الفم، راح يقللنا من الإفرازات اللعابية ويزيد من التهاب اللثة. الحل الأمثل هو نحبسوا التدخين. لذا فأحسن حل هو معالجة السبب. استخدام غسول الفم لا يعتبر علاج لهذه الحالة، لكنه علاج مؤقت. لازم علينا نعالجوا أسناننا، نظفوا أسناننا، نزيل الجير، ونتبعوا نظام غذائي متوازن وصحي، لأن الألياف تساعد على تنقية أسطح الأسنان على عكس السكريات والحلويات. ولازم علينا في الأخير مراجعة طبيب الأسنان باش نحدوا السبب الرئيسي ونعالجوه في أسرع وقت. وفي الأخير نقولكم بلا الروائح الصادرة من الفم ليست كلها كريهة، وخاصة في شهر رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، صدق رسول الله. إن شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا اليوم، وتابعونا في حلقات أخرى. صح رمضانكم.